اهلا بيكم في مغربيات. النهارده الاكل من تونس، بس الاكل اللي هنعمله النهارده هيبقى اللي هي الميت لوف او اللحمه المفرومه بالبطاطس والبيض، بس الطريقه التونسيه بتاعتها وشوربه الخضار برضو الطريقه التونسيه بتاعتها. نبتدي بس مقادير اللحمه المفرومه. هحتاج لحمه مفرومه اللي هي الميت لوف، هحتاج لحمه مفرومه، بطاطس مسلوقه، هحتاج بصل، كزبره بقدونس، بيضتين مسلوقين، ثوم مفروم، واربع بيضات. نبتدي الاول. يلا بسم الله. مسخنة الزيت، مسخنة طاسة شوية، انا هحط عليها الزيت طبعا، ملح فلفل اسود. اوكي الزيت خلاص كده سخن، احط البصل. بسم الله. البصل واللحمة على طول، مش هعملها كلها عشان لسه هحط زي هنا في مصر لما تيجي تعصجي اللحمه، هي تقريبا نفس الطريقه، بس عايزه افضل اعمل كده بس شويه، وعايزه اتبلها برضو بس لما تفك شويه معايا. بس اتبلها بقى دلوقتي. ملح، الملح كل واحد بيحط ملح زي ما هو بيحب، وفلفل اسود. نزل بس البصل ده واسيبها، وهريت انا البطاطس، اشيل دي. وهرس البطاطس. بسم الله. نسند عليها بس عشان ما تفضاش، ما تبقاش تتطق شمل. انا عايزه بس افكها من بعض عشان ما يبقاش فيها حتت مش مستوية. اوكي عايزة بس طبق صغير. وادي البيض، الحالة التانية خلصنا منها. خلاص كده اللحمة مفرومة تقريبا. الفرن لازم يبقى متسخن على أكتر درجة ممكن عشان تلحق تلمها بسرعة، إنها متقعدش كتير في الفرن. برضو عشوة سريعة جدا من اللي هما بيتعملوا بسرعة دول. نجيب دي. ماشي. طيب هنا. في البطاطس. قلب كده شوية الأول. اجيب بتاعه البيض تاني، ممكن اعمله بطريقه تانيه. انا عايزه اقطعه اصغر، انا عملته كده، اروح عاملاه كده بالعكس. برافو كده، بدل ما اجيب سكينه واقطعه
كده اهو، نشيل دي. نقلب. بقدونس مفروم. واقلب وازود تاني علشان يبقى فيه كله دخله. يلا. ريحه البقدونس جميله جدا، انا بحب ريحه البقدونس اصلا، يعني الخضره عامه انا بحبها. معلقه صغيره. ثوم. كل ما بحط حاجه بقلب كويس جدا علشان ما تتركزش الحاجه دي اللي انا بحطها في حته واحده. بس نزود شويه ملح وفلفل اسود، بس مش هنكتر كتير عشان احنا حاطين اوريدي. يلا اهو، فاضل بقى اخر خطوه وهي البيض. نضرب البيض كويس قوي. بس نقلب كده. لكن الفرن اللي هدخلها فيه الفرن نغرفها. بسم الله. وادخلها الفرن. نطلع بقى فاصل، لما نرجع نعمل شوربة الخضار على الطريقة التونسية. رجعنا بعد الفاصل. النهارده الاكل كله بيتعمل في اغلب مطابخ العربيه، بس النهارده بنعمله بالطريقه التونسيه. عملنا في الجزء الاول من الحلقه عملنا الميت لوف بس بالطريقه التونسي، دلوقتي هنعمل شوربه خضار برضو بالطريقه التونسي. نسخن بس الووك شويه، نبتدي بقى مع بعض المقادير. نحتاج سبانخ، فلفل رومي احمر متقطع صغير، مكعبات مرقه هعملها عشان المرقه، بقدونس متقطع مفروم، حمص، طماطم متقطعه صغير، ثوم مبشور، كمون، هريسه، بيضتين مسلوقين، وبصل وفلفل اسود طبعا، وملح وزيت. يلا نبتدي بقى. بسم الله. نحط الزيت على الطاسه يسخن شويه. حلو قوي الموضوع ان احنا بنسخن الطاسه الاول لانه بيبتدي اسخن على طول. نجرب. يلا زيت، قصدي البصل دي هنقطعها هنا على بال البصل ما يعمل.
شويه البصل، ممكن نتبل على بال ما يكمل سخونيته، ملح، شويه فلفل اسود، حطيت ملح طبعا لكل واحد على قد، حطيت معلقه صغيره ملح ونص معلقه فلفل اسود. حط دلوقتي الثوم، نجيب نفس المعلقه من انها نستغنى عنها، ابعد الثوم والمقص، يلا كمون معلقه صغيره، وفلفل الأحمر، هقلب شوية لحد ما بس الفلفل يبتدي يدوب شوية. الفلفل طبعا بيدوب بسرعة جدا يعني بياخدش وقت، فهو خلاص بدأ يعمل. دلوقتي بقى ازود الحمص، الطماطم، طبعا الحمص والطماطم هما اكتر حاجتين بيستووا بسرعه، فانا حطيناهم بعد ما الفلفل، لان الفلفل البصل بياخد سوا اكتر او بياخد وقت على بال ما بيبتدوا يتهروا، عشان كده حطيناهم في الاول، واحنا مش عايزين اصلا ان هم يتهروا معانا عشان دي شوربه، فاحنا عايزين كل حاجه تفضل زي ما هي. اللي اعمله دلوقتي بقى ان انا افرك مكعبات المرق، خليني اعمل حاجه احسن، انا خليني اعملهم هنا بشويه ميه دافيه وبعد كده ازود الميه، يعني افضل ان انا ادوبهم في البول نفسها عشان اتاكد انه يعني ما فضلش فيه لسه عايزه بس ابعد عن النار شويه على بال ما ادوب دول. يعني احسن انك تدوبيهم الاول في ميه دافيه وبعدين تحطيهم عشان بس تتاكدي انه ما فضلش فيه مكعب مرق، اوقات بيفضل فيه الحتت زي ما هو كور جوه الاكل. فكده اوقع بس كده ونضيفهم ونروح مزودين ميه. هتفين دي شوربه بس كده. بص كده نقلب، لا لسه محتاجة تاني بس، وعلى بال ما تغلي براحتها نبص بس على الميت لوف اللي في الفرن. جميلة، جميلة جدا. ممكن دلوقتي بقى اديها ايه وش، انا كده هخليها بس تاخد من على الوش، خلاص انا كده الشوربه بدات تغلي معايا اهي. انا فضلت ان انا ما اعملهاش في حله في الووك عشان تبقى باينه، بيبقى شكلها احلى في الحله، بتبقى عشان طالعه عاليه فتبقى كاتمه، مش ما تبقاش الشوربه باينه ولا الالوان بتاعتها باينه، عشان كده انا فضلت اعملها كده. هنحط السبانخ في الاخر خالص لانه خلاص الشوربه تقريبا جاهزت، فانا عايزه السبانخ برضو تبقى باينه فريش، بتبقى محافظة على لونها، ما تبقاش تتبلش مننا واحنا حاطينها. نشيل كمية الحاجات دي،
طبعا احنا قلنا تونسي، تونسي يعني هريسه، ونحط معلقه الهريسه، معلقه كبيره هي دي بالظبط. وانا في الهريسه بقى يعني بحب اخد حقها بزياده. يلا قلبها ونسيبها مثلا مده 5 لـ 7 دقايق. عايزه اطلع قطعه البيض، دي بيضة ودي بيضة. نجيب بتاعة الشوربة، الشوربة خلاص كده ونقفل عليها. ألوانها جميلة جدا، ريحتها باينة. بسم الله. تقدم معاها برضو، طبعا معروفين احنا في المغرب العربي عامة كلنا بنحب العيش جدا اكتر، يعني هنا مهنا بالرز اكتر، احنا عندنا العيش خصوصا العيش باجيت، فهي ممكن تقدم معاها عيش باجيت متحمص في الفرن. الشوربة جميلة جدا، الوانها تحفة وريحتها كمان حلوة. بس كده عايزة انضف الطبق. هنا حط فيها البيض كده، البيضة دي حطها كده. الله، رائعة. ده بقى الأكل بتاعنا النهاردة، معمول بالطريقة التونسية، الميت لوف وشوربة الخضار بالطريقة التونسية. يا رب تجربوهم في البيت ويعجبوكم. بالهنا والشفا وبالصحة والراحة.